مرحبا بكم المشاهدين الكرام وين ما كانوا وين ما تواجدوا، عدد جديد وحلقه جديده من برنامج سامر تايم من هنا من مركز المعالجه بمياه البحر تالاسوثيرابي. انا وزميلتي مينا في هذه الامسيه. اهلا بك يا سر، واهلا بكل المشاهدين الكرام وين ما كانوا وحيثما تواجدوا. احنا نطلع لكم في هذه الامسيه كما عودناكم في كل خطره من تالاسو، الحشبه، الريح، البحر، دنيا هانيه. ان شاء الله انتم تاني تكونوا تجوزوا في اوقات جميله، وسي سني با الكا رانا معاكم حنايا في هذا المباشر باش نكملوا معكم هذه العشيه كيما لازم الحال، داكشواليتي بالموسيقى، فنانين يطلع لنا في كل خطره، واكيد سؤال تفاعلي. بيان سور، ومادام سؤال تفاعلي راح يكون معهم سؤال تفاعلي جميل بالبزاف، ومنا من قدام البحر الابيض المتوسط، منا من سيدي فرج، منا ومن وين ما دخلت فرنسا وين ما استقلينا احنا دوك شغل رانا نفيتيو في الاستقلال. علي دوك باش نستقلوا مليح نروحوا ديريكتومون للبلاطو. جينجل ورانا راجعين. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا وين ما كنتوا وين ما تواجدتوا. كنا نومينا مقبل معكم من هيك، ودوكا رانا هنا في البلاطو والنسمة هذه راهي تضرب فينا. الله طيب ليزا فرانشمون، كيكون الحال شباب وتكون السماء زرقاء ويكون الحال هايل، نورمال بزاف ناس يعرفوا باللي انا ولي هايله. وبيان سور كي نعاود نجيو نتلاقى بمشاهدينا الكرام لي فيدال تاوعنا، وبلا ما ننساو الناس اللي راهي ديبلاسي على جنة وتجي لهنا. فرانشمون نحبوكم نموت عليكم، يعطيكم الصحة والوفاء. واش قلتي لي المرأة هذيك اللي مقبل جات من ولاية المدينة؟ نوجهوا تحية ليها، السيدة اللي شقات لينا حتى لطلاسو هي وولادها وكامل الناس المدية الطيبين. اكزاكتومون، الله يعطيك الصحة. فوالا حنايا لو بوت تاعنا أن أنتم تكونوا ساتيسفي، وسان في توجور بليزيغ، سان في توجور بليزيغ. واحد يقول لنا من صباح الشروق مع لطفي وإيماني حتى العشية. بون دوكا عندنا زهرة وكريم، زهرة وكريم ثاني راهم الصباح يقولوا لنا نقعد نشوف فيكم حتى خمسة تاع العشية. فرونشمون هذا الشيء بالك اللي لو موتيف باش أشاك فوا نجيو ونخدموا ونمدوا لو ميور تاعنا. فوالا وأشاك فوا نجيو ونجيبوا لهم حاجة جديدة، حاجة دو لاكتواليتي، حاجة سؤال تفاعلي اللي نتفاعلوا من خلاله معاهم، ونحبوا نعرفوا الآراء تاعهم، الانطباعات تاعهم. سيرتو واش رأيهم هذاك كي يكون سؤال كل واحد عنده الرأي تاعو، كل واحد عنده وجهة النظر تاعو، وكابابل وجهة نظر تاع إنسان تنورك إلى بزاف امور، تفتح لك عينك. اكزاكتومون، تفتح لك عينك. وسؤالنا التفاعلي تاعنا تاع النهار اليوم كذلك درناه باش اون سو بارتاج، خلينا نقولوا النصائح بالك. حنا اوني با دي دونور دو لوسون، جو لو دي جو لو ردي اشاك فوا انا وياسر، مي حنا ماذا بينا انتم مشاهدينا تقولوا لنا وشنو هي النصيحه اللي اثرت فيكم، جاتكم من صديق، من والد، من الوالده، من عم، عمه، المفيد، نصيحه اللي اثرت فيك ومن بعدها بدي تستعمل بها. دونك اكيد تقدروا تتصلوا بنا على الرقم اللي ظهر اسفل الشاشه، وماما نجي حنقراها اطفالي اللي كونتي. شتي حبيتي تدي؟ معليش عندنا الاتصال 023 20 87 61 انا نحفظهم لهلي. هيا نستقبلوا هذا الاتصال، قولوا له مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير. واش راكم؟ عليكم شعر؟ لاباس، وانت واش راكي؟ الحمد لله. معكم منال من قسنطينة. أهلا بك. منال من قسنطينة، قسنطينة ولا قسنطينة؟ أنا توجور نبقى لكم في البوا هذا. يا نورمالمون قسنطينة، مي جينيرالمون يقولوا قسنطينة، الميم علاه ما نعرف. علاه ما نعرف؟ لازم نكونوا نعرفوا، لازم كل منطقة والتسمية تاعها، ولازم نكونوا نعرفوا علاش
سمات بهذيك التسميه. لا فرانسيس هي كانت بكري سيرتا، كانت يسميوها سيرتا. سيرتا وي هي ودوكا قسنطينة باللون. شوفي أمل نقول لك حاجة، من جميع الناس قسنطينة راهم يشوفوا فينا، باسكو في كل خطرة يطيحوا فينا ويطيحوا في ياسر سوختو يبدا يقول لهم قسنطينة، قولوا لنا أنا نعيطوا من سيرتا سانكوغ ميو نتهناو واحد ما يجهب لنا. مفروزة. نعم مفروزة. مفروزة مفروزة خلاص ما نقولوا لنا سيرتا. يلا وش رايك؟ معاك منال من سيرتا. أهلا بك وأهلا من سيرتا. صح خليني نطيح زعما نعرف شويه منين قسنطينه اكزاكت. من سيدي مبروك. سيدي مبروك. لا تشيتي تاع قسنطينه. سيدي يحيى تاع قسنطينه. لا تشيتي تاع قسنطينه. هكذا يقولوا ما نعرفش. يعيشك. هذا ثاني اتصال معكم. انا وياه. ثاني اتصال. يا عمري بليزير. في كوفي تايم بعد كنت انت بعد مع ياسر مينا وياسر بعد. يلا شوفي ما من الهضره تاعها شغل كونستانتينواز بير كونستانتينواز قطره بلا زهر هذه. الله يلا يعيشك منال. شفتي سؤالنا تفاعلي؟ والله مازال باسكو جو كنت كونسونتري كي سون لا باكا غير كونسونتري معاه وكيهزوا برك. انا شغل نحسكم هذيك تاع ديروا السباق. المهم كي تشوفي في السباق تاع لي جيت سكي مورانا اللي راهو يوري لكم فيه الرياليزاتور. شفتونا قسنطينة ما فيهاش البحر. معليش روحوا لهنا لطلاسو روحوا لهنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الوغ السؤال التفاعلي تاعنا اليوم يقول وشنو هي النصيحة اللي قالها لك واحد وأثرت فيك أنت منال؟ أثرت فيك إيجابيا ماشي سلبيا. عطاك نصائح ديجا؟ والله شوفي فريمون كاين بزاف، مي دوكا اللي قالوها لي باغ اكزومبل كيما يقول لك وين تحطي روحك تلقاي روحك. أبون هادي فريمون صح. صح. وين دابخي هكا في حياتك ولا تسمى كيما تحطي روحك تلقاي روحك مع المعامله مع الناس في اي حاجه. صح شغل المعامله ولكم بالمثل سي صح، يعني كيما تتعاملوا كيما الناس تتعامل معاكم. كيما تحطي روحك تلقاي روحك. تسمى شافي دوك باغ اكزومبل تحطي روحك في موقف مليح تلقاي روحك في موقف مليح. فهمتيني؟ داكوغ طيب جي كومبخي. صح صح هاي زحماتك. بصح انت النصيحه اللي اثرت فيك سي تادير حاجه اللي كنتي بتتر ديريها وكي عطاوك نصيحة قالوا لك ايفيتيها ما تزيديش ديريها وتأثرتي سما وخديتي بهذيك النصيحة. رايحة تخمم فيها وتعاود لنا منال. مام إذا كان دوك ماشي منال متصلة واحدة أخرى تعطينا رأيها ووجهة النظر تاعها. ماذا بينا احنا نستقبلوا الاتصالات دائما على الرقم الظاهر أسفل الشاشة واللي هو 0 23 20 87 61. صح علاش راكي تشوفي الروتور؟ انا نخبر خلوني الدريشي خلوني. انا ضد الكوبياج. صح مشاهدينا على ذكر الرقم التفاعلي اللي مينا كانت تريشي فيه نروحوا الى فاصل اشهاري ورانا راجعين. عودة لكم مشاهدينا بعد هذا الفصل الإشهاري القصير والآن تحقت بنا زميلتنا هلا عيساني في فقرتها فقرة الترند واش صرا في مواقع التواصل الاجتماعي وهلا خمارها راهو يدي فيه الريح. مساء الخير يا خمارك برك. مساء الخير مساء الخير كل متابعينا جولتنا اليومية طبعا في الأخبار المختلفة. اليوم الخبر اللي كان انتشر البارح هو تدابير الرأفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رئيس الجمهورية قرر يصدر مرسوم عفو عن التلاميذ اللي غشوا في البكالوريا. على ذكر الغش راهم محبوسين. اللي غشيت انا قبيله في نيمو التليفون. خلاص مسموح لك عفا عليك رئيس الجمهوريه انا ما عنديش اعتراض. انا ما قبل سمعتوا انتم بقرار انا ما سمعت بهذه الحكايه. انا ما والله ما سمعت به. نعرف بون قرار ذاك التوقيف اللي يكون خمس سنوات وغيرها يعني. ولكن حبس أول مرة يعني أول مرة وكأنه فاتتنا الخبر لكن الجميل في الشيء هو أنه تم طلاق إطلاق سراحهم
كانت الرأفة بهم. وي اكزاكتومون. باش يعيدوا مع ماليهم. مع ماليهم فوالا. الوغ نروحوا في إطار التعاون الجزائري التونسي، دائما كما نعرفوا الجزائر واقفة بجانب تونس، الجزائر وتونس بلاد واحدة دائما. أكيد. أشرف وزير الصحة هو شخصيا وراح لتونس ودا معاه مساعدات في إطار قافلة مساعدات لمكافحة فيروس كورونا. كما نعرفوا باللي تونس ضرت بزاف بزاف من الجائحة. يلا ها الفنانة والممثلة التونسية درة زروق كما نعرفوها اللي غنية عن التعريف كتبت وقالت انه تشكر الجزائر على دعمها الدائم، كما رانا نشوفوا على تويتر كتبت على دعمها الدائم من الجزائر الشقيقة لتونس في هذه المحنة. احنا نعرفوا انه التونسيين نضروا كثير منا هلا في هذه الفترة اللي كانت فترة حرجة، الاف الموتى يوميا، الاماكن في المستشفيات غير متوفره تماما، والشيء اللي كان يعني حاجه اللي ما كانتش مبرره هي المسؤولين، ولا خرج من اي مسؤول ولا كلمه من اي مسؤول ولا توضيح لا من المسؤول الاول على قطاع الصحه، لكن الحمد لله الجزائر في مثل هذه المواقف دائما تكون واقفه مع شقيقتها الصغرى تونس. الحمد لله بهذا القافله ان شاء الله نتمنى انه يزول الغبن على شقائنا تونس ان شاء الله. هلا نروحوا شويه للمعلوماتيه والتكنولوجيا، واش تستخدموا بزاف؟ مواقع التواصل، انستغرام الواتساب، واتساب الخدمة. الناس منظمة حماية المستهلك تنتقد التغييرات اللي فرضها الواتساب مؤخرا. التغييرات هي انه الواتساب قلت فيه حماية الخصوصية، وصار الواتساب مقترن بالفيسبوك، يعني لما تيجي عندك نيميرو اللي حالة به فيسبوك هو نفس الواتساب حيطرح المعلومات، واش تهدري في الواتساب ولا واش ديري كيفو كيف الفيسبوك. هاد المعلومة كانت ينصر او غريب ديرها هكذا يعني فوالا. المعلومة هذه كانت تم تداولها افون، الشيء اللي خلى بزاف ناس تروح لابليكاسيون تاع السينيال. دونك سي لابليكاسيون اللي كانت بوكو بلوس فيابل، خلينا ولا فيها اكثر حماية. لكن الواتساب على ما اظن يعني على حسب ما كونيسونس كان وضح وقال انه لي كونفرساسيون مازالوا محميين، والله اعلم يعني، والله اعلم. واش لي كونفرساسيون يا اخي؟ دي كونفرساسيون تاع خدمة في الواتساب. لا لا معليش، دوك انت يا ياسر عندك على الخدمه، كاين ناس عندها حوايج بزاف، كاين ناس وكاين ناس تقصر، كاين حتى في الخدمه تقدر يكون معلومات عندها قضايا، خلينا نقول هي صح كان تسرب معلومات خاصه معلومات تاع خدمه ديجا، لانه اصلا الواتساب هو الاكثر، كان الاكثر خصوصيه. اكزاكتو. الان الله اعلم، المهم كل واحد يدير حسابه. يديروا حسابكم جماعه الخير. عندنا خبر اخر البارح متداول ايضا، الحادثه قسنطينه اللي كانوا ماتوا فيه الله يرحمهم 18 شخص. تم ايداع الشخص المتسبب في الحادث، قال لك باللي البارح لقاو القبض عليه. المتسبب في الحادث؟ وي سيتادير لو شوفور تاع اللي كان تسبب في الحادث تاع الشوفور تاع اوكي تما بكثر واحد من اللي كانوا يسوقوا قبل البوس وديراباه ولا كاش حاجه. الشخص المتسبب في الحادث بالك حنا من هذا الله يهديه هو وكاع الناس اللي تسبوا اللي يسوقوا بتهور، خاصة الصيف الناس كأنه تهبل. خلونا نقولوا شغل هاد الحوادث تاع المرور كابابل اتفه الاسباب تسبب في حادث، وحادث كبير ماشي على ذكر على سبيل المثال كيكونوا في لوطوروت، معليش عارف اذا كان طحتوا فيها تكروزيتوا بهم من قبل ولا، كيكونوا يسقيو في النخل كاين الماء اللي يسيل هكذا كيما لابوردور، دونك هذاك الماء يقدر يديرابي طونوبيل، كي يديرابي طونوبيل يكون جوست موراه واحد يقدروا يروحوا زوج ثلاثه طونوبيلات. دونك حنا من هذا المنبر نقولوا للناس المستعملين الطرقات سيرتو كيكون الماء الماء كيكون معليش الارض راهي ناشفه بصح كيكون غير شويه ما يقدر يدير فيكم ويزيد ما فيهش لا مانع. واحد ما يقول لك انا عندي صور سياره نفعيه لاباس عليها ولكن فريني كيما يقول لك البحر يدي العوام. ايه ولوطوغوت تدي السواق. ايوه ردوا بالكم. الوغ نروحوا شويه للرياضه ونديك معايا ياسر، روحوا لونتونت اي الصيفه الصيف العاليه والصيفيه البارح ما راهمش ملاح بعد الهزيمه اللي كانت غير متوقعه، هزيمه كارثيه مع مولوديه وهران. لمسيو لمسيو وي
بنتيجة 4-0. هزيمة ما كانتش الرباعية هذه اللي ما كانتش متوقعة ولا أشد المتشائمين كان متوقع أنها تكون رباعية، خاصة مع مولودية وهران الصيفية اللي كانوا متفائلين، لكن احنا نقولوا هارد لوك الصيفية، هارد لك مصطفى الآغا. خليني نعطيك بعض المعلومات المتداولة على الصفحات والناس اللي تتبع بزاف القضايا. قال لك أنه اللاعبين مؤخرا ما راهمش يديو مستحقاتهم، لاعبي وفاق سطيف سي لا ميم شوز مع السياغ بي جوبونس شباب لوزداد. شوفي خاصة وفاق سطيف مؤخرا عانى، كما نعرفوا باللي وفاق سطيف هو أكثر نوادي تتويجا بالألقاب العربية والإفريقية، خاصك هو الأول. لا أكثر النوادي تتويجا بالألقاب الإفريقية هو شبيبة القبائل. لا نلقاوه بزاف في المحافل هذوما، يجي بعده وفاق سطيف. نعم إكزاكتومون، نصيبوا بزاف لونتون المحافل الدولية. هو حتى يعني في كأس العرب اللي كانت تقام كان سطيف مستحوذ على اللقب هذا لسنتين متتاليتين. للمتابعين واللي تابعوا الفريق قال لك باللي اللاعبين كانه داروها بالعاني. لا مفتعل سي كانه داروها مفتعل. حبيتي تقولي كانهم يعني هكذا لانه ناقمين على اداره الفريق و تعرف هكذا ما يلعبوا الخلفيات والكواليس تاع الفرق معروفه. انا بور موي يديروا اضراب على مستحقاتهم. نو قال لك ثاني بلي ما كانوش يحضروا الحصص التدريبيه مؤخرا. نبغى نزيدو نتبعوا في الموضوع هذا تاع الوفاق. ومولوديه وهران كان ديجا خسر الماتش اللي قبله، خسروا ب 3-0. مولوديه وهران هو الفريق الوحيد اللي ما تقدرش تتوقع النتيجه اللي راح يخرج لك بها. تما يخسر ب 10 وبعد يربح ب 7، نورمال ما عندوش مشكله. نقولوا له هارد لاك لدي جي جوني. يلا نروح الخبر اللي بعده. الخبر الاخر الرياضي هو وزير الشباب والرياضه عبد الرزاق سبقاق يشرف وشخصيا ويروح للرياضيين المتاهلين اللي رايحين يروحوا لطوكيو، اللي رايحين يمثلوا الجزائر ويرفعوا ان شاء الله العلم الجزائري في طوكيو في الالعاب الاولمبيه. كان جزم عندنا واحد من اللاعبين، وقيل مين انت اللي تعرفيه؟ بودينا عفسه هكذا. اسامه بودينا تخي كم صار. نعم راح انا كنت راح يكون واحد منهم، هو راح يكون واحد من المشاركين. ماذا بينا احنا واحد اللي جاز عندنا في ليميسيون يروح ويشرف الجزائر ويشرف الرايه الوطنيه، حنا اللي كان يعاود يرجع لنا بان ميداي ويرجع ديريكتومون بلا ميداي هذيك عندنا البلاطو. حنا اللي كان رايح يشارك في طوكيو كان جاز معايا السي حسين دايخي في رياضه الكاراتيه، ولكن ما كانش حلف الحد باش يتنقل للاولمبياد. نقولوا له ثاني ان شاء الله مره اخرى، ولو انه الكاراتيه صار بروميير فوا اللي يشارك في الاولمبياد ويقدر ما يعاودش يندار كما نقولوا يعني. الوغ نروحوا للثقافه والفن. خلوني نبدا بخبر وفاه فريد الروكر، راح تكون غدوه الجنازه تاعو، مازال ما تدفنش. بعد ما كانوا عملوا التشريح الله يرحمه ويوسع عليه، دار لوتوبسي باش يعرفوا اسباب الوفاه تاعو. يعني غدوه ان شاء الله راح تكون الجنازه تاعو. عظم الله اجر اهل كاع ان شاء الله. الله يرزقهم الصبر والاستدوان. اكيد هو من بين الفنانين اللي راح تفتقدهم الساحه الفنيه، وغابوا علينا الكثير، يعني افتقدنا الكثير من الفنانين. الله يرحمهم ان شاء الله ويوسع عليهم. الوغ نروحوا للجزائري طارق طاهر رحيم. ما تسمعوش به الممثل طاهر رحيم زوج ليلى بختي. طاهر رحيم هو الجزائري الوحيد اللي راح يكون ضمن لجنه تحكيم مهرجان كان السينمائي. نعرفوا انه كذلك محمد علال الزميل الصحفي متواجد، لكن للتغطيه فقط. محمد علال تعودناه دائما في خلوني نعطيكم شويه معلومات على طاهر رحيم. هو ممثل فرنسي من اصول جزائريه، اصله جزائري من ولايه وهران. اول دور رئيسي ليه كان في فيلم النبي للمخرج جاك اوديار في 2009. الو كما قلت لي زوج ليلى بختي اللي هي كذلك من اصول جزائريه. وي سي فري. جائز الجوائز اللي حاز عليها منها جائزه سيزار لافضل ممثل، وجائزه سيزار هي لافضل ممثل واعي. اكزاكتو صافي بيزير يكونوا عندنا هكذا جزائريين في مهرجان
اكبر مهرجان عالمي يعني. والمهم المعلومه مؤكده انه متواجد في لجنه التحكيم. شيء جميل وشيء يشرف الجزائر اكيد. نروحوا لخديجه بن حمو ملكه جمال الجزائر 2019 اللي صرحت وقالت انه راح نشوفوها في رمضان الجاي 2022 في التمثيل. ان شاء الله وعلاش لا، يا دلا بلاص بور تول موند. بيان سور يا دلا بلاص بور تول موند. وكثير من الوجوه اللي بداوا بالمانكينه ودخلوا مباشره للتمثيل ودخلوا للغناء ودخلوا لكثير من المجالات. بزاف اللي كاين اللي نجحوا وكاين اللي لا. فوالا يلا احنا نتمنوا لها التوفيق ان شاء الله. ليليا بويحياوي على ما اظن اللي كانت ليليا كما نعرفوها ابدعت في كل دور، في طيموشه، في عاشور العاشر، في كل دور كانت ابدعت تبدع فيه. على نروحوا شويه للخارج والتنمر. جنى ابنه عمرو دياب عاودت رجعت القضيه تاعها، ربما كنت سمعتوا بها من قبل، عاودت رجعت القضيه تاعها للواجهه. وين هذه المره هي تقرا في مدرسه انجليزيه، طردوها من المدرسه لانه هي مصابه بمتلازمه فرط الحركه وقله التركيز. الايبا اكتيف تبوجي بزاف، سي صح تبوجي بزاف ايبا حاوزوها. وكانوا من قبل تعرض للتنمر على شكلها و تستغربي انه بنت. قلتي لي انجلترا يعني البلد اللي فيه الكثير من الحريات والكثير من يعني حفظ لحقوق الانسان، كي تشوفوا حاجه كيما هذه يعجز اللسان عن التعبير. صح كانت تعرضت بزاف للتنمر والتنمر هذا كاين بارتو. صح صح ماشي غير ما باش ما يقولوش باللي غير العرب. نو ماشي غير العرب اللي يتنمروا، حتى الاجنبيين يتنمروا علينا. اكزاكتومون. الوغ راهي الله، خلونا نختموا بحاجه فنيه بجديد. فيصل الصغير اللي كان طلقوا البارح كانت من قبل مع الموسيقي فيفو بالعباس، كان طلقها غير البارح، كان من قبل انا ما عرفتش، حبيت نعرف الكواليس تاع كيفاش حتى كانوا يطلقوها ومن بعد حبست وبعدها لازم نحوس. نعرفوك تخربي، نعرفوك نكملوا بها اخبارنا اليوم ونتلاقاو ان شاء الله في موعد اخر. شكرا لك هلا، يعطيك الصحه هلا. دوك هلا تلقاوها كيما في كل مره معنا باش تعطينا لاكتواليتي. مع بعض نروحوا نسمعوا اخر اصدارات فيصل الصغير وراجعين. انا اللي يجيو يشرفونا وينورونا في برنامج سامر تايم. اليوم الضيفان متالقان متميزان، الاول بفن وصوت الجميل جدا، والثانيه بجمعيتها الفنيه اللي تكون من خلالها شباب اللي جايين في مجال الفن والموسيقى. نقول مينا ديريكت انا ولا خليك تزيدي الشكري فيهم شويه؟ انا جالي تصيم فامي على بالك، هي كلها عائله فنيه يعني، كي تشوفهم هكا مستهدفين عينيك يتحلوا يبريوا ويتصاوا. انا كنت دخلت لعندهم شحال من خطره لجمعيه اهل الفن، كي يكون اهل الفن يعرف فورسيمون مدام بورحله اللي نرحبوا بها. نسرين بورحله اللي راهي معنا، مساء الخير. مساء الخير عليكم، بكم وهلا، ميرسي بور لانفيتاسيون، سي تري اغريابل، يعطيكم الصحه. الله يخليك. لا لا بلو كما بو دير لا جون بيرمي مي مو معي. راحت لي معليش، انا فين نجيبك يا ملا ضيفه لي مادام لنا حاله شابه. انا نجي مرحبا شروق دارنا دائما، كل ما يعيطوا لي جو ريبون بريزونت. ميرسي بوكو بو لانفيتاسيون. اي بي سي لا بروميير فوا جو مي لي بي البحر، مازال ما دخلتش بالصيف، جيتو مع الشروق. مادام بورحله جات واش بكم كامل كحوله؟ انا نبيتها ما لقيتش روحها. اي بيان سيغ معنا وسي سامي زريا. تورنابل سامي زرياب، مرحبا بك. الله يسلمك مينا، مرحبا بك ومرحبا بياسر وباللي هم يشاهدوا فينا عبر قناه شروق. مدام بورحله بليزير بليزير بارتاجي شفتها اليوم. واش حبيت نقول، نزوخ ولا ما نزوخ؟ زوخ زوخ عليهم. ايه زوخ زوخ. المنظر جميل، لوندوايل اغريابل، لاكوي ما نهضروش عليه. ان بليزير فريمون اللي رانا هنا في شروق، ولو بلاطو والبحر ما شاء الله. Merci de nous avoir accordé cette occasion باش نلاقيو الجمهور en même temps نستغلوا هذا. Très honoré et puis يعطيكم الصحه اللي كنت قبلتوا الانفيتاسيون تاعنا. دوك كي نقولوا مدام بورحله، كي نقولوا سامي زرياب، نقولوا الفن، نقولوا الحفلات، نقولوا الناس تتزعزع، الناس تشوف، خاصه مدام بورحله كي نشوفوا جمعيه اهل الفن نشوفوا اون جونيس لي انا با ابوندوني الفن. نشوفوا سي مدام بورحله
كي لا بوغ لا بروموسيون تاع لاغ هذايا برينسيبالمون. وي منا وياسر راكم تعرفوا جامعه اهل الفن، حتى ساميه ولا خلاص بحذا بنا اللي نحبوه بزاف ساميتين تتربى في الجمعيات وعلى بالو كومون كسا سباس. الوغ نعاود نقولها لا ولي بلاطو اللي نروح لهم ونقول لهم انا عاهدت نفسي انه جمعيه اهل الفن ما تحقرش الشباب. On est là pour encadrer. On s'est mis à la belle ou comment que ça se passe. La réalité à l'Algérie, c'est très difficile. C'est pas évident. Et puis, le chef d'État a une tranche d'âge d'adolescent. Ça veut dire, t'as une richesse là, t'as une de gérer. Mais alhamdoulilah, on est là surtout quand quelqu'un, il y a quelque chose. Que ce soit l'enfant ou le jeune. C'est vrai. Mais maintenant, là, on a deux classes. Normalement, t'as un les kids. Et la supérieure, c'est des jeunes. Ça veut dire même l'atfa ou l'akba. Mais on a dit que la fibre artistique, l'enfant a quelque chose qui ne ressemble pas à d'autres. Ça veut dire انا عاهدت نفسي بلي نكمل معاهم غير لا هو ما حبش شاف روحو بروفيسيونيل ولا الحق ولا واش قالوا سامي ما نجمش نتزا لا لا يشوف روحو الحق فاسيلمون يقول لك خلاص انا وليت غرور الغرور فوالا بروفيسيونيل هذاك نتلقوا خلاص نقولوا ليش تروح بروفيسيونيل ما تقعد ما عندك ما دير عندي وصلت لكم ديجا وي 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 بزاف بزاف يطلعوا دو تخوا بلاطو يقول لك خلاص وصلنا سي بون اوني دي زارتيست اوني كون او على بالو سامي كومون كسا سباس وانا دائما نقول لهم اللي شاف روحه بروفيسيونيل يكيت اهل الفن باسكو حنا اوني لا بور لامور دو لار سي فري On est là pour la belle jeunesse algérienne. Quand on a hadro ma l'akh Sami, la jeunesse, elle est très belle. Il faut voir le point positif, mais tu fouli sur le point négatif. Voilà. Très bien. Sami, fi عرفنا انه عندك ارتباط كبير باسم اهل الفن وليت دائما متواجد وحاضر معاهم كثير من التظاهرات. اسكو سامي هو مؤطر من المؤطرين تاع اهل الفن؟ شوف اونتر غيمي جاي لونور باش تعرفت على السيده بورحلا كان في بلاطو في التلفزيون هكذا تعرفنا مالغري لابيتي لو كارتي انفان وي دير كوبا ولات القبه ولات القبه وي دونك ما بخلتش عليا معرفتها كو سي فري كو ما رانيش او سونس دو مو مؤطر لكن اون بارطاج لي ميم زيدي عندنا نفس الافكار ايتون دوني كيا خارجه من جمعيه وانا خارج من جمعيه فا كونسيرفاتوار وي كونسيرفاتوار وي لو كونسيبت هو هو سي لاكاديمي فوالا اكزاكتومون دونك ا شاك فوا اون سو بارطاج لي زيدي بيناتنا ما نقولكش انها ماشي كاش تشتكي لي لا او كونترير لانها ماشي باش نشكرها سيده اللي عندها مصداقيه وقلبها حي الله يسلمك يا عيسى هذه تغيضها تغيضها الفو روندغ لي شوز كيما قال لك في المكان المناسب مسؤوليه كذلك الاطفال ايتو لكن من خلال الدردشه تاعنا ومن خلال ما التقينا كان في دوطخ بلاطو ايتو نحكي وتقول لهم تلاميذهم كيفاش هم كذا وتقول لها واش ندير تقول لها وي سي فغي كذا كذا ليلا كذا لا فيزيون تاعنا بون هو ماشي سهل باش الطفل ولا باش المراهق لادوليسون باش تكون عنده لا فيزيون هذيك لازم تتربى عنده ما يجيبها من سما فو كوتوا لي كان فو كوتوا لي اوسي لونتوراج بروبر اي سان سورتو باش الطفل هذا تاع ولا الفنان خلينا نقولوا الفنان المستقبل باسكو اون بار دون غولاف وي سي فغي نعرفوا ناس ستينات خمسينات ثمانينات كل جيل وعنده فنان تاعو اللي يرافق الجيل وخاصه انه بلوطار تكون كاينه اون ريفيرونس دونك حنا اون باس سور لا ريفيرونس وراه اللي بلوطار حنا نروحوا لعند هذاك الفنان باش نفدوا منه الفو لا باز تكون لا باز سوليد تكون سوليد اكزاكتومون سوليد ياسر هكذا كل فوالا تكون لا باز سوليد بصح هذا ما يمنعش انه غير كيما كان عندنا عمل مشترك وي كان اتصل بيا ياسر اتصل بيا على العمل هذا المشترك وقال لي ماذا بيا تكونوا ضيف ضيوف عندنا باش تحكيوا عليه اكزاكتومون دونك فوزيت لا بوغ سا انا من نو ياسر يتبع بزاف ياسر ياسر سي نوتر باباغازي ياسر صادق هو سي لامي دي زارتيست دي زارتيست يعيشك يعيشك نو صافي بليزير كون فوا دي زارتيست اللي هكذا يخدموا دي كولابوراسيون من اجل لي بيان تاع الفن من اجل الفن راقي الحاجه المليحه انه هاد اللمات هادو يخليوكم تزيدوا نقله نوعيه كما نقولوا في مجال الفن صح سي فري اون بار دو لا كاليتي وي صح انا دائما نقول لهم بلي يد وحده ما تصفق صح هضرناها وقلناها لو كان ما تكونش متعاون لازم الفنان الجزائري ما يغدهمش الحلاليه يعني رانا كامل في اون دون لو ميم لو ينحي شويه الحقد من قلبه والحساده لو كانت تنحى هذه والله نقول لك ان الفن الجزائري راه يكون بخير
هذه اون فاسا بارتو. ابخي السؤال اللي لك قبل ما نعاود نرجعوا للبروجي اللي راح نخليه هو يتفضل يتكلم عليه. معليش تقدري تكلمي عليه. لا انت نخلي لك الشرف. شكون يدي مدام بورحلام على راس الجمعيه تاع اهل الفن. وزات يعني لا سول دام خلينا نقولوا لي تاثر لي جين في الجمعيه. جو بونس اي جو بونس سي سا لو بوين نوار. هذا هو. فو بونسي كو سي ان بوين نوار. جو بونس وي. انا سؤالي لك اسكو وي لا بيو بخالولي قعدوا فيها. معليش نروحوا فاصل اشهاري قصير بزاف وراجعين. عاودنا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل الاشهاري القصير. نعاود نرجعوا مع مدام بورحله. دوك قلت لك انت الوحيده اللي على راس هذه الجمعيه. اسكو يجي نهار وين نشوفوا في اهل الفن دوك بروف معاك انت يقري ولا ياثروا في اهل الفن؟ مينا غير قدام. لا خلينا من سامي حاجه. سامي على باله باسكو حكينا وعلى باله. نهار دات اهل الفن انا نقول لك بلي بدينا تاع في لا باباس يفو معاونا يفو. كان وليداتي صغار هاني كان 18 ans شاكر الى في ابن 14 ans اي بدي دوكا راهم كبروا. الله يبارك. الحمد لله دوك الحق لك هذا لو بوين. اهل الفن مدام بورحله جابت اساتذه لكن مالوغوزمون الاساتذه واش يدير؟ استاذ حبي يولي هو الفنان وتلاميذ الفرقه الموسيقيه تاعو. تما يخليهم للور. سي با لو بوت دو اهل الفن. لو بوت دو اهل الفن سي لا بروموسيون دو لا جونيس. Moi je l'ai dit haut et fort, c'est de former et de leur donner la chance de faire la scène. Un encolom, il est trop tintin ou djé. C'est pas la peine d'aller où elle dit, parce que elle est là pour l'art de la scène. On prépare les jeunes pour l'art de la scène. Voilà, Samy, il faut se forger. Micro. Justement, le point il est très important. Les anouk le milieu associatif du Mayet, nous t'allem ou t'trol le dar. بصح صدقيني صعيب انك تحطي ولا الجوق تاعك اللي يكون يتعلم لو كان تحطيه في لاسان وتحطيه قدام كاميرا صدقيني ماشي مش حيشرفك. ما عندوش التجربه. اكزاكت. هادو مدام بورحله يتعلم اون ميم طون لاسان. سي بون سي ديريكت. سي لوبجيكتيف تاعنا. سي ديريكت لاسان. يتعلم وسير لي كاميرا تعلم يتحول في الكاميرا مول في التسجيلات مول في لاسين. ابخي الحمد لله ديتو حكم لي سان. نو الحمد لله الحمد لله. شوفي مينا اخي ياسر اهل الفن دارت دي سان دارت. انا نشكر كاع لو بوبليك اللي يتبع اهل الفن باسكو نقول لهم يجيك دو تخوا بيرسون فور ريسبكت اون دوا لو ريسبكت نوتر بوبليك. سي سا. بصح حنا كيما قال الديوان تاعنا مختلف كل بوبليك نعطولو حقه راك على بالك. وي كاين بوبليك دواق لا فغي ميوزيك اندالوس كاين بوبليك اللي يحب الحوزي يحب التقشبيله كاين كل واحد واش نحبو نعطولو يعني اون ريسبكت نوتر بوبليك با بروبليم والحمد لله. اي شاك سان ال فورج. شوفي لي كيدز انتر 6 ans et 13 ans يقابل الكاميرا ولا سان او شافهم سامي يطلعوا سيغ سان اون بون ميتريز دو لار. مو سي سا لا ريوسيت. مو جو بونس سي سا لا ريوسيت. Vous êtes satisfaite. ومازال الخدمه قدمه وني ساتيسفي قدمه نحب نزيدو اكثر. با وي سا فيغ اون بو سوبرفيكسيوني اونكور دو بليز اون بليز. فوالا سي سا. صح دوكا نروحوا للجديد. كاين تعاون جديد اللي راح نديروه مع منظمه اليونيسيف. منظمه اليونيسيف والهيئه الوطنيه لحمايه وتثقيف الطفوله لتراسها السيده شرفي مريم نبلغ لها سلام ونوجه لها تحيه بالتنسيق مع اليونيسيف. منظمات دوليه. فوالا. هاد اشرحوا لنا اكثر على هذه المبادره. بون هي راح تكون غدوه. انا المعلومه عندي راح تكون غدوه. اعطيونا الحيثيات تاعها كيفاش حتى جات الفكره ومن عند من جات وكيفاش كان التنسيق كلش خلاص. انا نحكي لك الفكره وسامي يحكي لك كيفاش درنا يعني كيفاش دخلنا في الدخولات تاعنا. الفكره دارتها السيده مريم شرفيه المفوضه الوطنيه لحمايه وترقية الطفوله بالتنسيق مع اليونيسيف في الكونفينمون كوفيد كي بدات لونفون قاعد في الدار لونوي ما كاش واش يدير ما كاين لا رياضه لا موسيقى لا اسباس بيبليك لا مدرسه ما كان والو يغلق كلش. الفكره جات من عندها انه مدت نظمت اول مسابقه وطنيه للطفل الجزائري. يقول لك احكي غني وارسم. ايوه الطفل المبدع من 3 سنوات ل 18 سنه
درنا الطبعه الاولى نالت كي نقول لك اكثر من 6000 مشارك تاع الطفل يعني كانوا كونفيني على ميزون ودائما نطلقوا هذه المسابقه هذه لو 1 جوان اللي هو اليوم العالمي عيد الطفوله طلقناها هذه لا بروميير اديسيون نجحت وتحصلنا على ناجحين ويعني اون ديكوفير دي تالون والله انا نقول لهم يا ناس الجزائر راهي والله بخيرها وبثقافتها دوك نقول لك العام فات كان 40 ولايه هذا العام 58 ولايه هذا العام درنا ليديسيون لا دوزيام طبعه الثانيه درناها لحقنا اكثر من 3000 مشاركه وعلاش هذا النقص لانه طاحت في لا بيريود دي زيكزامان باسكو انطلقت لو 1 جوان لو 1 جوان عندك لو ديلي حتى لو 30 جوان ومن بعد كي حنا اون كومونس ا ديليبيري من البرومي اي لو 15 سي لا انا نحكي لكم هذه يعني بالنسبه بصفه عامه ونكمل الاخ سامي يكمل لكم التجربه اللي عشناها يعني بالنسبه لهذه المسابقه تفضل دونك مدام بورحلا في ابلي ا سامي زرياب باش نشارك en tant que membre de jury, nous avons trois ateliers. Il y avait un atelier de musique, atelier de dessin et atelier de poésie ou quelque chose. Voilà. D'accord. Donc, on faisait partie des membres de jury qui sont de Saïda Bourhla. كان معنا توفيق بوبو مختص في بيبو بيبو سلموا عليه وناس الاطفال مختص في اغنيه الطفل من الصيف وكنت انا وكان رافقنا كان شاكير وليد سيده بورحله كتجربه هو كذلك ليه دائما اعطاء الفرصه للشباب والناس باش ينوضوا توجو على المسؤوليه يعطيك الصحه دونك كانوا كاينين تخواز اتولي ياسر الاطفال بعثت الاعمال تاعها par correspondance. Oui, c'est ça. Bâton AML, support audiovisuel, qui est bâton audio uniquement, mais les informations sont à l'atelier. Ouais. Donc, qu'on a fait Fondok Fidel Ibrahim, on a l'atelier Tana, on a le. Comment on appelle le. Data Show. On a le 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 show. اكتشفنا اصوات انبهرنا من اصوات كيفاش حبيت نقول لك يعني تجربه ما نقدرش نوصفها لك لانه تشوفي انت طفل في عمره 8 سنين ولا 6 سنين عنده كار دو طون يضحك مدام بورحلا سمعتني كار دو طون قول لي مدام بورحلا اسمعي 8 سنين لحقت لو كار دو طون صوت ربع المقام صوت 8 سنين سي انورم داكور عمر ولا قرا في جمعيه ولا تعلم اصول الموسيقى هذا اكتشاف هذه موهبه سي ديفيسيل واحد اللي صغير يكون عنده لو كار دو طون سي ديفيسيل وي دونك شدت لنا يومين في التجربه درنا التصفيه الاولى ومن بعد درنا التصفيه الثانيه باش احنا وعمل شخص التقنيه والبلو دور في هذا باش الناس تعرف كذلك يتبع فينا انه المصداقيه والشفافيه ما بالك يقولوا يعني بيستون ولا جوزنا شوفي لاخر لحظه كانت غير نقول لك عراك شي عراك حتى وين اخر لحظه سامي اسمح لي كاين وين تلمون لا فوا عجبتنا ما نصيبوش العمر وما نصيبوش يعني نعرفوا د لونفون نعيطوا لهم تما يا بي ريسبونساب من الهيئه يعيط مونك دانفورماسيون يعيط يقول له الو يعني فلان احنا من الهيئه اعطينا عمر برك الطفل يعني المصداقيه تاع المسابقه والشفافيه التامه ما كاين بيستون ما كاين وسامي يحكي لهم على المشاركات تاع الولايه تعب كان هذه اللي بالك 58 58 ولا شوفي من الجنوب للشمال اقصى الجنوب من الطارف من الطارف من الطارف كامل اصوات رائعه اطفال ولا اروع اداء وخلينا ميم اللي ما كانش كاين اداء كانت كاينه براءة كانت فيها روح صدقيني جيل جميل بزاف ياسر جيل جميل وكنت اتصلت بيا باش عرضت لنا الحصه كنت عطيت بعض الافكار كنت كان ياس كذلك يتبع اشاك فوا يقول لي واش ديري فيها واش درتو واش كذا صح هو انا الحصه تاعي باش تجي نشكرو ياسر كذلك صح تابعنا عن بعد غير تقولي رافقنا من خلال قناه شروق الممثل تاعها ياسر رافقنا في العمل هذا ونشكروه اللي رانا هنايا. لا بلا ما شوف انا تو سكي انيسياتيف
ولا كومبيتيسيون لهاد لي جون طالون اللي ما عندهمش منبر اللي يبانوا من خلاله. انتوما لو رول تاع الجمعيات سي سا، هذا هو الدور تاع الجمعيه، سي دو فير دي كولابوراسيون مع هيئات مختصه وتكونوا شباب وتعطيوا فرصه للشباب. دونك الهدف الاول هو الاكتشاف. اسكو مدام بورحله راهي مخمه ديجا ديجا كنا نصيدو شفت حنا ما عندنا نص النهار اكزاكت نقولها مدام بورحله تديه وي قول لي اسكت وي انا نقول يا خساره برك اللي جاي اور ولايه يعني فرونشمون اللي نحيي بالمناسبه ناس غردايه يا مينا ويا ياسر عندهم اصوات انا ما انبهرنا بها يعني منشدين هما في الاصل منشدين اكزاكتومون الوغ يعطي لك كل مقامات كل اللي يكون في الاصل منشد اكزاكتومون يمتعك واحد خساره يعني سون اور ولا قلتلهم كنتو في الجي نديكم كاع نديكم سي بون سي تعتقها اهل درنا اكتشافات اللي راهم منا من العاصمه اللي ما نقدرش غدوه ان شاء الله راح نعلنوا على الفائزين ان شاء الله وكاين يعني فرونشمون انا نقول لهم بواب اهل الفن مفتوحه ومرحبا بهم على العين والراس مدام برحله لو كان نعطيك اون بروبوزيسيون وي علاش ما تفتحيش فروع تاع الجمعيه تاع اهل الفن في الولايات باش تزيدي تستفادي من هاد الناس اللي ما راهمش في ياسر انت روح حبيت ترجع جمعيه وطنيه حبيت تقول لما لا ياسر ماهيش سهله الولائيه وراني في حرب اه وي صح ما نكملكش على هادشي ما نقدرش صعيب شي صعيب ولو كانت تلقاي الناس اللي فريمون يوقفوا معاك ما نقدرش كيف لك هاني وشاكي هاني وشاكي جوستومون راهم هنا راهم يعاونوا فيا هاني ديجا هو اللي عنده لا كلاس تاع ليكيز شاكر عنده تاع لا دونس ما نقدرش ديجا هما اللي سي مي بغا اللي راهم معايا ويعاونوني ما نقدرش ياسر لو كان ما توقفش على شيء ومسؤول بالغير اكي فيغ كونفيونس ما تقدرش حتى ولا كانت ناس عندها تحب تخدم مي كاين ناس طماعه عشتها وعلى بالي واش غادي وماش حابه تخوض تجربه اخرى يعطيك الصحه ماشي سهله ماشي تقيني مينا ماشي انا الفن اللي تسناه باش يعطي لك ولا تشوف تونغيشير من هذا الفن الفن ما حيعطيك والو اذا حبيت تخدم شمر على يديك راح تخدم الفن راهو فن موهبه حب لهذا الفن اون يفو يفو با ساتوندر كيك شوز او روتور الى جا مرحبا به ولا ما جاش ما تحوش عليه اون نو ديفيان با ريش اون ايتون ارتيست اكزاكتومون امبوسيبل ما يعيشكش هذا اللي تحبوه حاجه تحبها مينا صدقيني غينا غينا الاخلاق اكزاكتومون غينا غينا الحب هذا باسكو الانسان اذا ما حبيتيش الفن ما يقدرش ان جور الفن يحبك امبوسيبل ما يديكش ما يروحيش بعيد وتبان ليبوكريزيا تتنافي خطره زوج ثلاثه تبان على حقيقتك يعني انا بالمناسبه نشكر السيده شرفي مريم وي. اللي انا شخصيا يعني من خلال مدام بورحله عطاتني لوكازيون باش خد تجربه ولو اني عندي تجربه يعني اون طونك جوري لكن هذه التجربه سي ان بلوس ليا لانه بالتنسيق لا كوردينيسيون مع اليونيسيف اللي حتكرم غدا طفل وي ان شاء الله في عيد الطوف وعيد الطفل الجزائري الوطني العيد الوطني للطفوله للطفل الجزائري ان شاء الله ان شاء الله راح نكملوا هذه الفكره سامي ونكملوا مختلف الافكار لكن لما يوصل صوت الحق اذان صلاه العصر الذي سيرفع على مسامعنا حينا فننصت الى صوت الحق الكرام في حديثنا مع كل من سيدة نسرين بورحلة وكذلك سيد سامي زرياب يكون نتكلموا على المشروع دونك اللي راح يكون غدوة إن شاء الله بمناسبة اليوم الوطني إن شاء الله الطفولة دونك غدوة سي لا روميز دي بخي قصر الثقافة قصر الثقافة مدي زكريا مدي زكريا أنا ديليبيغي وعطينا النتائج للهيئة والهيئة اتصلت بالأولياء بالفائزين باش يجيبوا أولادهم ويتحصلوا على الجوائز المهداة من طرف اليونيسيف والهيئة كذلك. تخي بيان. كاين جوست ان بوان فا بريسيزي بلي غدوة إن شاء الله سي فغي كنا مع الأول حضرنا حفل كبير وراح تكون الأوركستر مع سامي بيبو ثاني صديقنا العزيز إي أبخي فيو لا فاكياسيون لا فاك اللي راهي تاع الكوفيد أون أبخيفيغي بلي
يعني تكون فريمون مع ست ولا سبعة أطفال يكونوا متواجدين معنا، والباقي نوعدهم بحاجة، والهيئة توعدهم أنه الهدايا تحكم تلحق حتى الباب ديالكم. أه داكوغ، دونك يوغا ديجا اللي ما حيش يكونوا خارج الولايات، ما نقدروش خارج الولايات، كاين اللي يربحوا ثمن راسات، تيميمون، الطرف، تيميمون، الطرف، مع أيام العيد القريب. إكزاكت، نحنا كما قال والهيئة، يعني حنا هوني كما نقولوا لي بورت باغول من الهيئة، نوعدهم باليونيسيف ثاني، نوعدهم بحاجة أنه الهدايا تحكم تلحق حتى الباب ديورهم ان شاء الله باذن الله. هدايا واش حين يكونوا؟ هدايا قيمة. شي تقرع عيد؟ هدايا قيمة. ديجا العام اللي فات كانوا هدايا قيمة، وهذا العام زادت أحسن. تخيبون. أحسن. اسكو أبخي الجائزة، سي فغي كنديو جائزة فرحانين توسا، مي اسكو هاد الدراري راح يكون عندهم تأطير ولا راح نديوهم جون مانيغ جو أبا الفن اللي راح تسرقهم مدام بورحلة؟ شوفي احنا اكتشفنا. وي. اكتشاف وي. دونك الاعمال هذه اللي ربحوا سيغتانمون تروح لونيسيف. دونك لونيسيف معروف بالاعمال الخيريه تاعو، معروف انه ينشر رسومات، ينشر اغنيه. شفنا احنا كاينين دي كارت بوستال تاع دي ديسك بور انفون، اغاني كاين. صح. مي حنايا اقترحنا انا ومع السيده رحله واللي كانوا معنا في الجوري، انه ربما تكون التفاته طيبه، ربما احسن صوت في الكاتيجوري انهم يديروا لهم كليب. سي سا، اون ا بروبوزي. يدير لهم كليب الاغنيه تاعهم، يديروا لها ان سوبور هكذا يواسيوها. صح. قعدوا الدور. على خاطرش كاين اغاني، باسكو كنا في المسابقه كنا نقولوا اللي ديروا حاجه تهضر على تمثل حق الطفل، يعني سيغتو حق الطفل. لقينا اكتشفنا انه كاين ناس كتبت، اطفال كتبت، يعني سيتي فريمون دو لامبروفيزاسيون توتا دو لا كرياسيون، كتبت ولحنت، يعني كان فريمون ان ترافاي اكستراوردينير. انا جوستومون بالمناسبه من خلال قناه شروق، اذا تسمحوا لي السيده بورحله، انني نهنئ الفائزين اللي ربما مش حيقدروا يجيو خارج الولايه. وي. نقول لهم كل شيء مبروك، الفائزين من اعمار من 3 سنين حتى 18 سنه. صح. كل شيء مبروك عليكم، وان شاء الله العام الجاي يكون عمل اكثر اكثر ما خير ان شاء الله. وماكي ما حضرتوش بصح راكم في قلوبنا. وان شاء الله العام الجاي كما قلتي ان شاء الله تكون يحيينا ربي. حنا اكيد حاجه يعني استمتعنا، هذاك هو والله استمتعنا. العام الجاي ان شاء الله نشوفوا العمل تاع ياسر معنا، ندخلوه شوفوا. خلينا البارح 17 قبل ما نكملوا كاين واحد الاتصال من قبيل، هو يستنى مسكين وحاب يهضر معنا. اشرف من قسنطينه نقولوا له الو، مساء الخير. اهلا اشرف. كوبا زعف مسكين، شنف علينا مسكين. ايش حاله هو يستنى وحنا رانا نقصروا. سلموا عليه وسلموا على ناس قسنطينه. تحيات كامل ناس قسنطينه. يلا كملوا لي الفكره تاع الفكره. شكي عجبتو الفكره ياسر العام الجاي 17 سنه العام الجاي ياسر. لا لما لا، احنا شوفي تجربه قايمه، وحنا ماذا بينا كان يكونوا ناس هكذا عندهم مصداقيه. وي. ولو بفكره ولو بملاحظه. سي فغي. صاحبك تزيد الدعم فينا حنايا وكل خير. احنا هذا النوع من الافكار ديما انا وياسر نقولوا ندعموا الشباب، نحلوا يدينا كبار. وانا نقول نوجه رساله للوالدين، يعني خاصه ما اني انا ام افون توت شوز، ما نكون رئيسه جمعيه ولا فنانه ولا راني ام. الناس كتشوفنا وين كاين اطفال صوروا روحهم بتخبيه. كاريما. وي فقنا لها هذه، يعني اش بالك يسمعوني بالك. الناس ولادكم عندهم موهبه شجعوهم، ما تدفنوهاش. شد ما اكزاكتومون ما تدفنوهاش، باسكو عمره ما كان الفن عائق للدراسه. انا دائما نقولها ونقولها. بالمناسبه نوجه تحيه كبيره لشريف رواني، جاب الباك تاعو فرونسي 1760 دو موين. الو ان صافختو لو بروفي افيك مونسون تري بيان، نقول لهم الف مبروك وان شاء الله للباك تاع تاعنا الجزائري ان شاء الله يكون 100%. كيما العام اللي فات كانت 100% نجاح في الجمعيه. عمرها ما كان سواء في الرقص ولا في الموسيقى، نجحوا كلهم. عمره ما كان الفن ان اوبستاكل. صافي ديال تربيه فنيه، اسمها تربيه موسيقيه. هكاك ما يديروهاش في المسايل. اكزاكتومون. الوغ انا نقول لهم شجعوا اولادكم باسكو فريمون راهي مواهب. على التشجيع احنا لازمنا ثاني مدام بورحله نشجعوا الاتصالات ونشجعوا المتصلين وما نخليهمش يستناو بزاف، ونروحوا الان الى ولايه سكيكدا ومكالمه هاتفيه نقولوا على مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا. مساء النور. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. شكون معنا؟ ويصال سكيكدا. اهلا بك ويصال، واهلا بناس سكيكدا.
يعيشك وتحيه كبيره للجزائر كامل. الله يخليك الله يعيشك ميرسي بوكو. سنا واش راه من السكيك دا واش الحال عندكم؟ اسكو الحال شباب كيما عندنا حنايا ولا مش شباب ولا قولي لنا؟ باسكو حنا رانا نزوخو سامي زرياب جاي زوخ وحنا تاني كنزوخو. الحمد لله ورانا نستقبلوا فيه الكثير من السياح. ايه مال حنا اللي بخوشه. لا راسكي كده تستقبل السياح. واه حنا اللي بخوشه ان شاء الله. نقدم تحيه كبيره 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 للمنافسه زهره وانتم كل 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 اي بنت بلادك كنسلموا عليها. زهره محبوبه مش غير في سكيك محبوبه في الجزائر كامل. احنا تنحبوها يعني. سينا قولي لنا وصال شفتي الموضوع تاعنا تاع اليوم؟ ما قريتوش بس حتى قدري تقوليه لي ونعطيكم تعليق عليه. نقوله لك ماشي مشكل. يلا الوغ سؤالنا تاع اليوم يقول وشنو هي النصيحه اللي اثرت فيك ايجابيا؟ النصيحة اللي اثرت فيها ايجابيا نعم كيما عامة كوني نعم قلت لك يعني عامة هكا نصيحة يعني نصيحة عطاها لك قريب عطاتها لك الوالدة الوالد صديق لك يعني نصيحة اللي باغ لا سويت قلتي وي بوركوا با وهذاك النهار بديت تمشي بها اثرت فيا عندي جدي ديما يقول لي بنتي قبل ما نموت حاب نشوفك طبيبه دونك حاب نحقق له الامنيه تاعو. هذه امنيه ماشي نصيحه. هذه ماشي نصيحه هذه امنيه وان شاء الله تحقيها له. هاني جايه هاني جايه هاني جايه يلا ها وكي قال لي كيما هاك ينصح فيا يقول لي لازمك تقراي خاطر القرايه تاعك يعني نصيحه على القرايه دونك انا حابه نكمل بالنصيحه تاعو وامام طول نحقق له الامنيه تاعو. اكزاكتوم على يعني على سيره مدام بورحله اللي قالت لك الدراسه مهمه و بي هضرتي تانيك على جمعيه اهل الفن اللي يقراو فيها اي صافي بليزا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ويصال اللي يعطيك الصحه اللي تواصلتي معنا في هذه العشيه نقولوا لك بالسلامه الله يفي روحك وان شاء الله تبقاي دائما وفيه لقناه الشروق ولبرنامج سمر تايم ولكل برامج الشروق. يعيشك ميرسي اوفا. دونك حنا نقولوا للمشاهدين باللي ما بقاش بزاف الوقت عندنا وراهو يجوز ديما خفيف ظريف وسامي مالغري كو شوفي مالغري انا كو حرمت عليه حبيت شغل نجيبو نعرقو اليوم من استخبار الاستخبار من استخبار الاستخبار وشنو هو كي بدينا نهضروا نسيت شغل نساني دير الشغل. شوف عطيوني كلمه اخيره وسامي قبل ما نخرجوا لازم تعطينا استخبار. هاي اسمع غير وجد استخبار في راسك مادام بروح نعطينا كلمه اخيره هو يكون يوجد في الاستخبار. انا واش نقول لكم كلمه الاخيره ان شاء الله تكونوا دائما في العلالي وتكونوا دائما ناجحين ان شاء الله يا ربي. نشكركم دائما على الدعوه وانتم دائما تفخروا بنا ويعني تعرضونا وحنا دائما الله يعطيكم الصحه. انا نقول كنت دائما نقولها الجزائر ان شاء الله تكون بخير بشبابها باولادها وزيد نقول لكم ثاني ليكيد تاعنا السيزيام اللي جابوا السيزيام كيف 100% دغيا يوسيت. نعاود نقول سانا جامي تي ان تابو ولا ان اوبستاك بلوتو للفن هذا ولا الرياضه ولا اي حاجه. ندير اون بيتي ديديكاس عبد النور ولياس الغمري سي مي ميوزيسيان واحد عواد والاخر موندولين سينو الباقي كامل نقول لهم ان شاء الله ردوا بالكم على روحكم ونتلاقاو ان شاء الله بروشينمون باش ندخلوا اونغوجيترو دوزيام البوم ان شاء الله ان شاء الله والله ان شاء الله مرعيد وصحة عيدكم كل عام ان شاء الله وانتم بخير امين يا رب العالمين. قبل ما نروح لسامي زرياب عندنا ديديكاس تاع اميره وامين واشواق هكذا واسلام اللي راهم يشوفوا فينا دوك رانا نحييو فيكم ونحيي كذلك عائله عقاد مراد وابنته اميره وزوجته نبيله والوالدين نقول لهم شكرا لكم على وفائكم يعطيكم الصحه. سامي زرياب تفضل. قائمة طويله شفت فرصه جمعة encore une fois c'est un grand honneur d'être parmi vous tout l'honneur est pour nous à la fois ma madame Bourhla c'est la première fois en plateau non deuxième trois plateaux ça va très bien donc je vous remercie pour cette sidafa yasser yatik saha lina kadalik merci à vous نسلم على العائله تاعي نسلم على الناس اللي تبع فينا في قناه شروق لي فان تاع سامي زرياب في ريزو سوسيو نسلم عليهم عائلة ثانية عائلة الفنية ولو أننا فقدنا البارح فنان كبير وعزيز علينا فريد روكر الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله الأحسن
que le meilleur nous attend احسن يستنانا ان شاء الله ان شاء الله يكون اعاده ترتيب البيت الثقافي ان شاء الله حنا خاصه الفنانين وعاودوا نسترجعوا الحفلات تاعنا والجمهور تاعنا اللي رانا بزاف متعطشين الجمهور وعيدكم مبارك ان شاء الله كل عام وانتم بخير ونشكر كامل عمال الشروق هذه هي قبل ما تهرب لي اعطينا قبل ما نختموا يلا استخبار خويا استخبار يلا في الموال يلا نوى مازن هوى الله هب نسيم مع زهو الليل ونجوم محلى قعدتكم يا الحباب في قناة الشروق إن شاء الله دوموا إن شاء الله مرسي بوكو يعطيك الصحة سمي على هذا الاستخبار الخفيف الظريف نقول للمشاهدين نتلقاو بكم أنا وزميلتي مينا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في نفس الموعد إلى ذلكم الحين تهلاو في روحتكم تهلاو في الناس اللي تحبوهم تشاو تشاو تشاو